ديال الطرفين. عاد باش كتجيب الزاويه حنا الان في مختبر حفظ الصحه والبيع اللي تم تشييده 2019 على السلامة الصحيه، ونغطوا جهه العيون كامله ما بهم السماره العيون طرفايا بوجدور. بالنسبه للتحليلات احنا مختصين في تحليلات المواد الغذائيه والماء، المكيف الغدير والعيافه وما الطنطان وحتى ديال البيسين، فهمت؟ من مرات ما يجينا ديال البحر، فهمت؟ هاكو هادو لي ريستورون حتى هما مقابلين من ناحيه هاو ديال المواد الغذائيه مقابلينهم، نشرفوا على فحصهم لعل يعود فيهم شي تلوث ولا شي ميكروب ولا شي، فهمت؟ خاصنا نعلموهم في اسرع وقت باش لعل تعود انتوكسيكاسيون. وحنا هون بصفة عامة على محافظة الصحة والبيئة لسلامة المواطن في أين ما كان في هذه الأقاليم الجنوبية. حنا هون في قسم ديال التحاليل الفيزيائيه الكيميائيه والمعادن الثقيله للماء الصالح للشرب. حنا هون نعدلوا التحاليل، نراقبوا نسبه الملوحه اللي في الماء، ونراقبوا البي اش، ونراقبوا ياسر من لي بارامتر بالنسبه للماء اللي يجينا من لا ريجيون، من طرفايا، من السماره، من بجدور، ومن اللي الماء ديال العيون سواء ديال لونيب او الماء الثاني ديال لابيار اللي كاين هون، يعني اللي قد قام يتابع لونيب. حنا هون كان يعني وهذا المختبر الحمد لله كيعمل بمعايير جوده عالميه، وحنا الهدف ديالنا هو مراقبه ومواكبه الماء اللي يلحق المواطن، سياني ماء نطافة اللي في الديار وماء الغدير ولا الماء ديال الحسيان وماء العيافه والماء اللي جينا من جهه ثانيه سواء من طنطان ولا من هذا اللي الناس هنا معروف عنا تشربوا، وما اللي ماء اللي ينباع في الباتيك او بوتي حتى هو يجيو لنا منه عينات ونراقبوه، وما اللي الماء المياه ديال المسابح حتى هي تجينا ندير لها مراقبه تخضع المراقبه هنا باش تعود في خاضعه لشروط الجوده. Thank you.